السلام عليكم، انا جيت اليوم نعاود لكم القصه ديالي والتجربه ديالي مع العمليه ديال تصحيح البصر بطريقه غير مهم. باختصار كنت كنعاني من مشكل ديال لاميوبي ولا ستيغماتيزم او ميم طون، وبالتالي المهم قلبت على بزاف ديال الطرق باش نعالج هذا العيب ولا باش نصحح هذا العيب. لجأت للنظارات، لجأت للونتي ريجيد الى اخره. المهم لقيت مشاكل كثيره في النظارات، لقيت مشاكل كثيره ثاني في لي لونتي ريجيد، ما قدرتش نتادابط مزيان. المهم درت لي لونتي ريجيد وتعايشت معاهم، ولكن كاين صعوبات بزاف يعني من ناحيه التعقيم الى اخره، داك لونغاجمون ديالهم. المهم اخر المطاف قررت انني ندير العمليه ديال تصحيح البصر. جيت عند الدكتور ياسر الرفاعي، كان اقترح عليا انني ندير العمليه. من بعد رجعت عنده قررت انني ندير العمليه، يعني عطاني صوره على العمليه كيفاش كتكون الى اخره، حتى اقتنعت انني نديرها. يعني من بعد ما درت العمليه الحمد لله، من اول يعني نقول لكم ديك الدقيقه الاولى من مورا العمليه الحمد لله، ديك الساعه يعني كانت النتيجه. العمليه هي ما كتجاوز يمكن ميم با واحد 6 مينوت ولا ما يعني ما واصلش 10 دقائق، كدير العمليه كتسالي تخرج من الطوب. المهم ديك الساعه كتبان لك النتيجه، كتبقى دير الدواء ديالك الى اخره. يعني اللي كياكد عليه الطبيب هو ما بعد العلاج، يعني تنتظم دير دوك النظارات الشمسيه ديالك واحد المده على لا تقل بعد على 3 شهور، وتلتزم بالدواء ديالك اكسيتيرا. من بعد كنجي كونترول الى اخره، كنلقى تحسن كل مره، تلقى تحسن بشويه بشويه بشويه. اليوم كان عندي الكونترول، كان عندي كونترول ابخي جو بونس يمكن 4 موي دمي تقريبا. الحمد لله قال لي الطبيب الامور غاديه مزيان، البصر ديالك تحسن بزاف على كيفاش كان. وهذا الشيء بلا ما يقولوا لي الطبيب، انا لمسته في راسي. راه الانسان تيقدر يقيم راسه براسه، يعني انا شفت، كنت ما كنقدرش نسوق، كنت ما كنقدرش مثلا نشوف التلفزه بلا لي لونتي، كنت ما نقدرش نشوف البعد بلا لي لونتي. دابا الحمد لله الامور مزيان. هذه المسائل كامله كنديرهم بلا من بعد العمليه ديال البيكا اير بلا اي مشكل الحمد لله. وكنشكر الدكتور ياسر الرفاعي بزاف على المجهودات ديالو، على حسن التعامل لا هو ولا الكيب ديالو. شكرا.